TWNFM 91.2. فيلم ديف. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا يا سيدي. سي محمد معايا؟ نعم يا سيدي. يو دياتي بريكية فكرية. لاباس عليك سي محمد. الحمد لله. طيب. شكون معايا يا سيدي؟ معك كاتب وزارة الشؤون الدينية. جزاك البركة يا سيدي. أنت ما هو رئيس جمعية الخطابة والعلوم الشرعية؟ نعم. بصفاقس؟ بصفاقس. طيب. يو دياتي شعور الفكرية عاد. سامح لي مش عليك. الزميل نتاعي مساء أنا بعثية على بريكية ماش حاب يجيب. قول له عمل له زوز سكر عايش خويا على برا. تسمع فيها؟ أي تفضلي. بالله عايشك احنا وردتنا برشا تشكيات في خصوص الارنب البري فهمني عند الدجاجة في ولاية صفاقس. نعم. احنا نطلبوا منك تعمل لنا مداخلة وتكلم اللي ايما اللي عندك معناها باش يقطعوا دابر الارنب البري ذا. نعمل مداخلة نعمل هبط وبين من احنا هكا باهي. اي والبيان هذاك يتوجه للأئمة باش يهبطوا يقطعوا دابر الأرنب البري هكا. دوروا على الدجاجة انتم. احنا ندوروا على الدجاجة. اي ما فيها باس معناها في خطبة معناها في خطبة ولا في درس. اي تجي للناس قول لهم اقتراح آخر اقتراح آخر. قلت لي كاتب من الحكومة هكا. ايوه. كلم سي يوسف الشاهد يهبط الـ يعني يطلب تعزيزات يعني فهمتي ويهبطوا مدججين بالسلاح نتاعهم الأرنب البري والبحري كان ثم والكل. سي محمد. نعم. انت واقف اش قاعد تقوله؟ واعي انا فايق فايق فايق. عملت قهوه الصباح؟ عملت زوز. مدام زوز معناها انا مو فايق. فايق بالباهي. مالا شنيا نبطو مدجين للرنب؟ مالا شو احنا شو احنا نتكلموا نعملوا بس دخل تو احنا احنا في ارنب بري. طبعني احنا ولاد صفاقس جاتنا منها العديد من التشيكيات على الصفحه الرسميه نتاعنا. أيوة. وعلى سناب شات وعلى وسائل التويتر وعلى التليفونات. أيوة. الفيكس يوميا يطلبوا فينا. نعم. يقولون راهم قاعدين يغشوا فينا بالارنب البري. شطلع منا بحري مانيش عارف انا ايش قاعد يعملهم اللي جوي. لا ارنب البري ماك تعرف انت ياكل الحشاش الحشائش مال البريه والحشائش البريه. أيوة. في حتى حتى القنب الهندي. القنب الهندي صحيح توك تم عمو الاخر عمو الخصوصي قال لك رحمه للشعب التونسي زاد او كفلوا فيه. اسمع محمد. اي نعم. لاباس. اسمع جايب لك البريكيه ولا السيد؟ مازال مازال ما جابش. اسمع محمد تبعني مليح الله يخليك. اي نتبه فيك. في ولايه صفاقس ثم العديد من التشكيات حول الحيوانات الله يبارك لك. اي نعم اي نعم. تبعني مليح. ربي يبارك فيك. بطلب من الوزاره طالبه منك. أينا. طلب صغير انك تخصص معناها خطبه تخصص درس يبعدوا على الارنب البري وزاد بالله سامحني والتلقيح للكلب تلقيح للكلب العربي وهم الدجاج تلقيح الكلاب السايبه صحي يرحم والديك الكلاب السايبه تلقيح ما لازم يلزم خطبتين يلزم ثلاث خطب اربع خطب الخطبه الاولى ارنب الخطبه الثانيه ارنب واحده اخرى والجمعه اللي بعدها معنا كل جمعه نعملوا على كلب الكلاب السايبه تاخذ سنوات يعني مع مشروع هذا مشروع يقدم معنا باش نواب الشعب نتاعنا يخالفوا المساله هذه يقول لك ما نحبش نقضي على الارنب البري فمش يقول لك احنا فاضيين تو الارنب البري نحبوا ياكلوا الارنب البري احنا بالارنب السوري ما نجاوبش يزيد ياكل الارنب البري السوري لا والسوري يتكلم بالسوري وثم منا اسمه تجاذبات سياسية واحد يحب الأرنب البري اسمه البريكية جيتشي بالليل. اسمه محمد رح تحكي مع كاتب الدولة طبعا أنا طلبت منك معناها أنك تخصص خطبة تحكي فيها على الأرنب البري وقلت لك تخصص خطبة ثانية إن شاء الله منا تحكي فيها اسمه كيف للأرنب كبير خطبة كاملة ما تكفيهش والمصلين يسأل عليهم معناها الأرنب مقطع بين خطبتين ممكن هيك أنا قلت قل له ما بعد عليه مش فصلهولهم قل له هذه ساق وهذه يده باش تعمل لي درس علمي أنت فهمتك أصلا كجيت أدرب أحوال ناس صفاقس راك ملي كلمتك تقول لي راك تكلم فيه في خصوص الارنب البري في موضوع ساعه يعني موضوع حارق يسمى هذا صحيح شوف تباني مليح الله يخليك انا باش نبعث لك الله يبارك فيك عندك فيسبوك عندك عندك موقع رسمي عندك حاجه عندي ملا بالطبيعة باش نبعث لك انا الدرس من ا جيس كازيت تشد الورقه في يدك وتطيح تقرا الناس تطبع الورقه ابعثها على الصفحه نتاع الجمعيه جمعيه ماذا اللي قلت عليها انت ما نبعثش انا اعطوني اسمك محمد نقطه وارجع للسطر باش نرجع للسطر سي محمد ايوه اسمع فيك نهارك زين والله يبارك لك عيشنا لحظات عيشنا لحظات جميله والله صحيح. كم راقني الحديث معك خصوصا في الارنب البري صحيح انت شكون انت وشكون كتب ديوان فهم اسلم نهارك زين ربي يبارك فيك يا سيدي فيلم ديف